point 3 kilogram ball is released from rest. rest يعني السرعة الابتدائية بصفر. from a height مديني ال h 1 2.4 meter above a vertical spring as shown in the figure. the ball hits a spring and compresses it a maximum compression of 0.2 meter. يبقى ده ال x ال spring هينزله اللي هي الحتة دي. في البارت ايه بيقول لي find the speed of the ball when it touches the spring، يعني لما كان هنا كده، يعني لسه ما عملش كومبريشن للسبرينج. يبقى في البارت ايه هنحل بين الوضع واحد والوضع اتنين، هنعتبر هنا الاتش يساوي صفر ونحل بين هنا وهنا. هقول كده كيناتيك انرجي 1 وبوتنشال انرجي 1، مفيش ورك بس هكتب القانون كامل يساوي كيناتيك انرجي 2 مع البوتنشال انرجي 2. تعالوا نعوض. كيناتيك انرجي 1 بصفر ليه؟ لاني بدا فروم ريست. البوتنشال انرجي كان في ام جي اتش يبقى 0.3 في جي في اتش 1، مفيش لا فورس ولا فريكشن. كيناتيك انرجي 2 هو هيخبطها فبسرعه نص ام في 1 او في 2 بقى سكوير عند الوضع الثاني، زائد لسه ما لمس سبرينج فيبقى الاتش هنا قلنا بصفر. دايما لما يكون عندي وضعين اخد اللي تحت خالص بصفر، الاتش بصفر واللي فوق هو الفرق. طب اذا الفي نحسبها 0.3 في 10 ب 3 في 2.4 في 2 على 0.3 وناخد الجذر التربيعي، تطلع السرعة 693 متر بير سكند. ده البارت الاولاني. في البارت الثاني بيقول لي فاند ذا سبرينج كونستانت كي اوف ذا سبرينج، فهندرس بين الوضع، خلينا نقول الاحمر ده نغير اللون، والوضع الاولاني يبقى بين 1 و3، يبقى الاتش بصفر يساوي هنا الحتة دي، والاتش واحد هتكون 0.2 بلس 2.4. فادي البارت بي. هقول كده كيناتيك انرجي نفس القانون ما بنغيرهوش، بس اللي هيتغير انرجي 1 زائد الورك، القيم بس اللي هتتغير. كيناتيك انرجي 2 زائد بوتنشال انرجي 2، بدرس بين 1 و3، بلاش ادرس بين 2 و3 لان ممكن ده يطلع معايا غلط في الامتحان فيأثر على البارت بي. الواحد كان released from zero، البوتنشال انرجي واحد اللي هو ام جي اتش ام جي، الاتش بتاعتنا على بعضها بقى 2.4 بلس 0.2. الورك مفيش لاني لا فورس ولا فريكشن. كيناتيك انرجي 2 صفر لاني هيضغط السبرينج خالص ويتوقف للماكسيمم. البوتنشال انرجي 2 نص كي المجهولة في 0.2 اللي هي الانضغاط التربيعي، ما عندناش غير الكي. يبقى 0.3 في 10 2.6 في 2 تقسيم 0.2 سكوير، يطلع الكي 390 نيوتن بير متر. نقول حياكم الله. A block slides on a rough horizontal. rough يبقى فيه friction. surface from point A to point B. وده الوضع الأولاني وده الوضع الثاني. يعني هكتب ال kinetic energy A زائد ال potential energy A زائد ال work. طالما رف من ال A ل B لازم تظهر. هتظهر مرتين، نتيجة ال force ونتيجة ال friction اللي موجود هنا. طيب بيساوي الكيناتيك انرجي بي زائد البوتنشال انرجي بي.
هنشوف ايه اللي عندنا ونعوض بيه. بيقول لي في فورس 2 نيوتن اكت اون ات از شون بلو، في فورس وقيمتها 2 بس طبعا دي مايله والزاويه دي 40 درجه، 40 درجه. حلو، طبعا لازم تتحلل، احنا لينا علاقه بالكومبوننت اللي بتحرك الكتله، فهنكتب نكتب 2 كوساين 40 ده الفورس. مسافتها من ال بي كام؟ هنشوف دلوقتي، 1.5 متر. بيقول بوينتس اي اند بي المسافه بينهم 1.5 ابارت، يعني 1.5 منهم. بيقول اف ذا كايناتيك انرجيز، كايناتيك انرجيز مدهاني كامله اوف بلوك ات اي اند بي، يعني الكايناتيك انرجي دي 5 جاهزه والكايناتيك انرجي دي 4 برضو جاهزه ومفيش سبرينج ومفيش ارتفاعات، يبقى البوتنشال انرجي بكام؟ بزيروس. طالما مفيش ارتفاعات مفيش سبرينج يبقى زيروس، ومديني هنا ومديني هنا. طب الفريكشن بقى لسه ما ادانيش حاجه على الفريكشن. بيقول لي هاو ماتش ورك از دان باي اون ذا بلوك باي ذا فورس فريكشن از ذا بلوك موفز فروم اي تو بي، يعني الحته دي لسه اطرح منها ايه؟ ده بلس طبعا، والماينس الورك بتاعت الفريكشن. احنا عندنا فورس نتيجه الفورس وفورس نتيجه الفريكشن، والكل فورس بتعمل ورك، فالورك بتاع الفورس ضربتها في المسافه، الورك بتاعت الفريكشن حطيتها كلها ورك. هو سالني هنا بيقول لي هاو ماتش ورك، ماليش الفورس بكام، ولا لو طلب المسافه كنت قلت اف فريكشن في 1.5. طيب بس طلب مني الورك بتاعت الفريكشن، هقول ايه بقى؟ 5 زائد 2 كوساين 40 ضرب 1.5 ناقص اكس اللي هي مجهوله الفا يساوي 4، ويبقى شيفت سولف وهو يحل لنا، وطلع الجواب 3.29، يعني 3.3 تقريبا. فالورك بتاع الفريكشن هكتبه 3 جول، بوينت كام؟ 3. طبعا انا حطيت هنا ماينس، طب يبقى يطلع رقم موجب، بس احنا فاهمين ان هو قيمه لما يقول لي هاو ماتش كده بسال على اي قيمه الفريكشن. ممكن كحل بديل احط دي بلس، خدوا بالكم معايا بيطلع الجواب هنا ايه؟ ماينس. حسب الدكتور بيتعامل معاكم ازاي، يعني لو انا حطيت بلس ده الاصل في القانون ده هيطلع ماينس، لازم طبعا الورك بتاع الفريكشن يطلع ماينس. لكن لو بنسال على القيمه، لو هاو ماتش ورك يعني ايش كتر الورك ده اللي انا فاهم ان هو سالب، فخلاص ممكن تكتب 3.3، طبعا ممكن 3.3 وتكتب جنبه نيجاتيف او تكتب ماينس وتسكت. يمكن يكون الاجابه دي ارق حاجه ان انا احطها موجب او ان انت تحطها موجب. انا امتحنت خلاص ونجحت في هندسه وخلصت يعني، فدلوقتي انتوا بقى اللي تفركوا في نفسكم يعني. وايام الامتحانات دايما لما بدي طلبه يعني دوره او شيء بكون حريص ان يوم المتر قبلها بيوم اكون مثلا مسافر في مصيف او شيء وابعت لهم عشان احرهم، احرهم يعني اطلع، لان كنت بتغاظ زمان وانا في الكليه الناس تتفسح وانا قاعد ادرس، فدلوقتي انا ايه دايما والطلبه وهي بتمتحن اكون انا بتفسح يعني، اقول لهم ابعتوا لي اي استفسارات او كده. طبعا اقول لهم انا مش فاضي ارد، بعد ما بعتوا لي ارد بس يعني بعد ما اغيظ شويه واقول ان انا ايه مش فاضي يعني. الجو ممتع مش فاضي لكم. مفيش اي اختلاف. بيقول ارولر كوستر كار اوف ماس ام 100 كيلوغرام ستارتس فروم ريست، يعني هنا زيرو، اند موفز فروم بوينت اي تو بوينت بي، بيتحرك من نقطه اي لنقطه بي. اشون ذا فيجر. بيقول وات ويل بي ذا فيلوستي اوف ذا رولر كوستر كار ات بوينت بي، عايز سرعته عند نقطه بي اف ذا سيرفيس از فريكشن. بس نفس السؤال تقريبا، مفيش اي حاجه، بس ما طلبش بقى التوتال ميكانيك انرجي، هطبع الكايناتيك انرجي اي زائد بوتنشال انرجي اي بتساوي كايناتيك انرجي بي زائد بوتنشال انرجي بي. نعوض بقى مباشره الكايناتيك انرجي نص ام في سكوير، هو قال لي عند نقطه اي ستارتس فورم ريست،
يبقى الحته دي بصفر. ليه؟ ريست، قال ستارتد فروم ريست. طب الام جي اتش، الام قال لي ب 100 والجي ب 10 والاتش ب 40، وده الاختلاف ان هو ستارتد هنا فروم ريست. طب الكيناتيك انرجي عند بي مطلوبه اكيد، طالب الفيلوسيتي عند نقطه بي، يبقى اقول نص في ام اللي هي 100 في الفي بي سكوير. طب والبوتنشال انرجي ام اللي هي 100 في 10، الاتش عندنا 17. طبعا لازم السرعه هنا تطلع كبيره، هنا كانت صفر وفقد ارتفاع فقط 23 متر، يتعوضه في السرعه. تعالوا نطبق 1000 في 40 ناقص الشويه دول اللي هم 17000، طلع 23000 تقسيم 50، وناخد جذر للانسر فطلع الجواب 21.4. فال في بي 21.4 متر بير سكند. يقول a driver notices that her 1150 كيلوغرام car slows down from 80 كيلومتر بير اور تو 60 كيلومتر بير اور. يبقى عندنا في 1 وفي 2 in 6 seconds، وعندنا التايم. When it is in neutral يعني مفيش ارتفاعات، يعني السيارة ماشية اهي في 1 بتساوي، خلينا نحسبها، 80 على 3.6 فطلعت 22.2 متر بير سكند. وفي 2 اللي هي 60 على 3.6 طلعت 16.7 متر بير سكند. يبقى احنا عندنا في 1 وفي 2 موجودين في السؤال ومدينا التايم. بيقول لي approximately what power is needed to keep the car traveling on the level at a constant 70 كيلومتر بير اور. مدينا السرعة، السرعة طبعا دي بين الاتنين دول، فاحنا عايزين نقول ايه، اي سرعة من 80 ل 60 هيبقى نقدر نحسب له الباور بتاع اللي هو اجمالي الورك على الزمن. هو مرة تاني، هو الباور اللي طالبه بيساوي ايه؟ الباور افريج مش بيساوي الورك بين 1 و2 على الزمن؟ طيب عندنا الزمن 6، طيب فاضل بس احسب الورك من 1 و2 واحسب بقى الباور سواء عن 80 ولا 70 ولا 75 ما تفرقش طالما بينهم يعني. نكتب القانون عشان نحسب الورك، كيناتيك انرجي 1 زائد بوتنشال انرجي 1 اللي مش موجود لان مفيش لا سبرينج ولا في ارتفاعات، زائد الورك من 1 ل2 اللي هو بتاع الفريكشن اللي هيقلل السرعه بيساوي كيناتيك انرجي 2 والبوتنشال انرجي 2. الكيناتيك انرجي 1 اللي هو نص 1150 وسرعتنا 22.2 الكل تربيع. بوتنشال انرجي 1 مفيش لا سبرينج ولا ارتفاعات. الورك ده اللي مطلوب حسابه احطه هنا، طبعا دي 6. كيناتيك انرجي 2 نص 1150 في 16.7 الكل تربيع، ومفيش بوتنشال انرجي لان مفيش ولا ارتفاعات ولا سبرينج. طيب طبعا هيطلع بالسالب، احنا طبعا عايزين باور كقيمه. طيب 1150 في 16.7 تربيع تقسيم 2 ناقص 1150 على 2 في 22.2 تربيع. دلوقتي الورك اللي طالع لي طبعا ده ورك فريكشن، لكن احنا مش عايزين ورك، خلينا نقول شوية 2 3 0 2 1 جول. طيب خلينا هحط كده مطلق الورك ده ورك فريكشن. انا عشان احافظ على السيارة بكونستانت سبيد
معناه ايه؟ معناه لازم اجيب باور قد بالظبط الفريكشن. يعني ادي السياره اهي، الفريكشن بتاعنا، الورك بتاع الفريكشن بتاعنا هو ده، ده الورك بتاع الفريكشن. لازم الورك بتاع الانجن يساويه عشان احافظ على السياره بسرعه ثابته. فالورك المطلوب عشان احافظ على السياره بسرعه ثابته قد الورك المبذول بواسطه الفريكشن. وبالتالي اقدر اقول ان الباور افريج هو بيساوي نفس الورك ده اللي هو 1 2 3 0 2 1 على 6، فيطلع طبعا بالموجب بقى خلاص 20.5 كيلو وات. طبعا بالوات هو بس، هو في 10 أس 3. مرة تاني ادي المعادلة اهي، عشان ينقص من هنا لهنا وهي ماشية عادية خالص، الفريكشن بدل هذا هذه القيمة من من الجولز او من الورك، يعني عندنا 123,000 تقريبا جول عشان يقلل سرعته. طب لو حابين نحافظ بقى على السيارة بسرعة ثابتة، ابذل ورك قد الفريكشن بالظبط عشان يحافظ على السيارة تمشي بسرعة ثابتة في أي سرعة بين الاتنين دول. يبقى ده الورك اللي محتاج يحافظ على السرعة ثابتة للسيارة اللي هو مديهولنا. مش مهم بقى هي 70 ولا 65 ولا 75، متفرقش معانا. الورك ده اتبذل في قد ايه؟ في 6 ثواني. فلما اقسم الورك على الزمن يديني الافريج باور المطلوب. 2 مول اوف ماس 0.5 كيلو جرام ثرون ابورد فروم بوينت A with a speed of، يبقى الفي بتاعت الاي 14 متر بير سكند. ذا بول جوز اب اس فار اس بوينت سي، يعني وقف عند نقطة سي وابتدى السرعة هنا بصفر. if the potential energy is zero at A، ده الديتا بتاعنا الاتش هنا بصفر. ايه الاسئله بتاعته بقى؟ بيقول لي اديني اول حاجه التوتال انرجي اوف ذا بول. طبعا التوتال هنا مفيش ارتفاع، لكن في، احنا عارفين ان الميكانيكال انرجي بتساوي الكايناتيك انرجي زائد البوتنشال انرجي. طيب الكايناتيك انرجي هنا كانت بنص ام في سكوير، لكن بوتنشال انرجي قال لي هو المنطقة دي الحتة دي مستوى ده بوتنشال انرجي بصفر، فيبقى بس ما عندناش غير كايناتيك انرجي اللي هي ربع في 14 تربيع 49 تقريبا، صح كده؟ هيطلع 49 جول. ويبقى كده خلصنا المطلوب ايه. في المطلوب بي بيقول لي the potential energy of the ball at point B، طالب potential energy هنا، طبعا potential energy mgh، بس طالب potential مش طالب حاجة تاني. فالpotential energy بتساوي mgh. طيب اذا mgh خلينا نشوف الام بكام، بنص والجي ب10 والاتش ب5، فهيديني الجواب نص في 10 في 5 يعني 25 جول برضو مباشر. بيقول لي كمان دي الكايناتيك انرجي عند نقطة بي، ده بيتدلع بقى اللي هتطلع كام، هتطلع على طول الفرق بين الاتنين، طالب الكايناتيك انرجي اللي هي الميكانيكال انرجي ناقص البوتنشال انرجي بيساوي 49 ناقص 25 يديني 24 جول، لان احنا عارفين ان مجموع البوتنشال انرجي والكايناتيك انرجي لازم يكون ثابت طالما مفيش فقد. يعني بيقول لي the height of point C above the ground، احنا عارفين برضو ان هنا مفيش كايناتيك انرجي، كلها صارت بوتنشال انرجي، فاقدر اقول كده ان الميكانيكال انرجي بتساوي ام جي اتش. طيب الميكانيكال انرجي كلها بكام؟ 49، الجي ب10، الماس بنص، كده اقدر اقسم 49 على 5 فاداني الارتفاع، اذا الاتش
بيساوي 9.8 متر. طبعا لازم يطلع اكتر من 5، طالما هنا في لسه كايناتك انرجي يبقى لازم فوق عند البوتنشال، عند الكايناتك انرجي بصفر يكون البوتنشال انرجي اكبر، يكون ارتفاع اكبر يعني. مره تاني السؤال مبني على ان مجموع البوتنشال انرجي والكايناتك انرجي شيء ثابت. اذا هنا البوتنشال انرجي بصفر يبقى كلها كايناتك نص الماس في سرعه تربيع. هنا عندنا ام جي اتش، يعني عندنا شويه بوتنشال، الباقي يروح في الكايناتك. طب فوق مفيش كايناتك لان السرعه بصفر، فكله يكون بوتنشال اقدر اجيب منها الاتش. السؤال الرابع في ديسمبر 2011 بيقول ابول اوف ماس ام 4 كيلو جرام از دروبد، يعني السرعه الابتدائيه بصفر، فروم ا هايت 1.2 متر اباف ذا اند اوف ا فيرتيكال سبرينج، يعني الحته دي 1.2 متر 1.2. بيقول لي فايند ذا سبرينج كونستانت، طالب الكي اوف ذا سبرينج اف ذا ماكسيمم كومبريشن انضغط قد ايه؟ انضغط مسافه 0.35. طيب احنا ناخد الوضع ده 1 والوضع ده 2، كأن الاتش هنا بصفر، وبس نكتب المعادلة بتاعت الانرجي كونزرفيشن اوف انرجي بين الكائنات، بين الوضع 1 والوضع 2. طبعا ما عندناش اي ورك من 1 ل 2 نتيجة فورس او نتيجة فريكشن. تعالوا نطبق كده نشوف عارفين ايه ومش عارفين ايه. دروب يبقى ما كانش فيه سرعه، هيوقف يبقى ما كانش فيه، مش هيبقى فيه سرعه، يبقى دروب ما فيش سرعه وهيوقف لان ماكسيمم كومبريشن يعني غايه ما يوقف خالص، هو طالب مني الكي. طب يبقى بدا من سرعه صفر وهينتهي بسرعه صفر. طيب لما انتهى تحت خالص يبقى البوتنشال انرجي صفر. لا، البوتنشال انرجي بس الانضغاط، يعني مفيش ارتفاع ام جي اتش، لكن في نص كي اللي هي مجهوله والاكس بتاعتنا اللي هي 0.35 تربيع. طب لما كان فوق كان عنده ام جي اتش، ام جي والاتش بقى كلها على بعضها اللي هي 0.35 زائد 1.2. ما عندناش في المسألة مجهول إلا الكي، 40 في 1.55 نقول في 2 من هنا جاي لنا على 0.35 سكوير، طلع الجواب 1012 نيوتن لكل متر. يبقى مرة تاني شابتر 6 هي المعادلة المشهورة دي، لو ما عندناش فورس وما عندناش أي فريكشن يبقى ده بصفر. ابتدى سرعة بصفر أو انتهى بصفر يبقى الاتنين دول صفار. البوتنشال انرجي يا إما ام جي اتش أو نص كي اكس سكوير، تحت خالص اعتبرنا الاتش بصفر فمفيش إلا نص كي اكس سكوير اللي قال عليه. سماها واي لأن في اتجاه الواي، لكن احنا في القانون بنسميها نص كي اكس سكوير. طيب بالنسبة للارتفاع هنا ما كانش السبرنج مضغوط لكن كان في ام جي اتش، ام جي والاتش دي كلها. مفيش إلا مجهول الكي، جبنا الكي. السؤال السابع في ديسمبر 2011 بيقول امان اكزيرتس هوريزونتال فورس اون 90 كيلو جرام بوكس، يبقى في عندنا ويتشز اون ا فلور، في عندنا فلور وفي بوكس. طيب والشخص ده عمال يزق بفورس والكوفيشنت اوف كايناتيك فريكشن 0.45، يبقى احنا عندنا هنا ميو في الان. طيب بيقول لي find the work done by the man when he moves the box 9.7 meter without acceleration، يعني constant speed، يعني الفورس تساوي الفورس بتاعت المان تساوي نفس الاف ار، الاف ار بتاعت الفريكشن. طالما مفيش acceleration يعني constant speed، او constant speed معناها مفيش acceleration، معناها الفورس اللي رايح يمين قد الفورس اللي بتعاكس يسار. طيب الاف مان بتساوي الميو في الان، طب الان بتساوي ايه؟ ام جي لتحت رد فعلها ان. طب فالان تساوي ام جي،
يبقى ال اف ار، او نقول ال اف مان يساوي ال اف ار يساوي الميو في ال ان، ميو في ال ام جي، ان ال ان بتساوي ام جي. طيب يبقى ال 0.45 الميو والماس 90 والجي 10، تطلع الفورس 900 في 0.45 يعني 405 نيوتن. ده الفورس. طيب هو احنا عايزين ايه؟ عايزين الورك بتاع المال. الورك في انهي مسافة؟ 9.7. فالورك عبارة عن الاف في المسافة. طيب الفورس اهي والمسافة، هو طالب المسافة تكون 9.8، فيطلع كذا جول، هضرب في 9.7، فطلع الجواب 3.9 2.9. يبقى ده الورك المطلوب ان الشخص ده يزق الصندوق للمسافة اللي هي 9.7. نحسب اول حاجة القوة اللي هي بتساوي الميو في الام جي، حسبناها، نضربها في المسافة، اداني الشغل اللي بذله المان. طبعا الشغل اللي بيبذله الفريكشن نفسه، بس عكس الورك مان، لان الاثنين بيعادلوا بعض بدليل ان السرعه ما بتزيدش. لو كان في فرق كانت السرعه زادت او قلت. واحد او واحده في هندسه او في يعني كليه طب مساعد ولا حاجه، يعني ضربه، اسف يعني تعب، بتعرف تلعب حديد. A student lifts her، طبعا سبب المذاكره بتاعته بعد، يعني her 42 كيلوغرام بادي a distance of 0.2. هو رفع نفسه، يعني وقف على العقله ورفع نفسه. هو وزنه 42 كيلوغرام، خس من كتر المذاكره او من كتر الهم بتاعت المذاكره، رفع نفسه ربع متر وفي 2 seconds. بيطالب باور كده. What is the average power delivered by the student's muscles؟ العضلات بتاعته، ما عندوش عضلات ولا حاجه. طيب فاحنا نقول ايه؟ نحسب الورك ونقسمه على الزمن. طب ازاي احسب الورك؟ احنا عندنا قانون بيقول الكينيتيك انرجي 1 زائد البوتنشال انرجي 1 زائد الورك اللي مطلوب عشان اقسمه على الزمن، بيساوي الكينيتيك انرجي 2 زائد البوتنشال انرجي 2. تعالوا نعوض، مفيش اي سيره للسرعه، يبقى السرعه دي تساوي السرعه دي، رفع نفسه بسرعه مثلا كونستانت ولا شيء. طيب البوتنشال انرجي هو كان صفر، وبعدين رفع نفسه مسافة ربع متر. ام جي اتش، الام اهي وادي الجي وادي الاتش ربع، يبقى اقدر احسب الورك، يطلع 420 في ربع فمية وخمسة. شوية الورك اللي بدلهم الستودنت دول اللي كانوا حيلته هيذاكر بيهم كده، مش قادر يذاكر خلاص، 105 جول. هو عملهم دول في ثانيتين. اذا الباور اللي هو بيساوي الورك على الزمن، احنا عندنا هنا ثانيتين وهنا 105، فلو قسمت 105 على 2 فطلع الجواب 52.5. ده الافريج بتاعنا بتاع الباور، يبقى اي وات او جول بير سكند. يبقى كده خلصنا السؤال، طبقنا المعادله، احنا عايزين الورك، ما عندناش لا كايناتيك او سرعه كونستانت، فيعني شبه كونستانت او نعتبرها بصفر، راحوا. ما كانش فيه بوتنشال، صار عنده بوتنشال ربع متر. جبنا شوية الورك قسمناهم على الزمن فدانا الباور. While moving on an incline a car of mass 2000 kilogram accelerates uniformly from بدأ بخمسة to 20 in a distance of 250 meter. أقدر أحسب الزمن using a constant motor power of 50 horse power. يبقى احنا طالعين عندنا الباور بتاع الموتور 50. بيقول لي find the average power lost due to gravity. طبعا الجرافيتي من تحت. طب هو كسب طاقة؟ طبعا كسب طاقة من 5 ل 20 في زمن اللي هنعرف نحسبه. يبقى في طاقة
وباور كسبهم. طبعا الطاقة على الزمن يديني الباور، وفي حق وفي كم من الطاقة فقدوا نتيجة الجرافيتي، وبالتالي هو طالب الفرق ده اللي هو ضاع نتيجة الجرافيتي. أول حاجة تعالوا نحسب الزمن اللي انتقل فيه أو سرعته زاد فيه من 5 لـ20. احنا عندنا الدلتا واي بتساوي الفي الابتدائية زائد الفي النهائية على 2 في الزمن. طيب الفي النهائية بـ20، بدأ بـ5 والمسافة كانت 250 كده. إذا التي بكام؟ تعالوا نحسبها، 250 على 25 × 10 في 2 يبقى بـ20 سكند. طيب العشرين سكندز دي اللي كسب فيها الطاقة اللي من 5 لغاية 20، طب هي الطاقة قد ايه؟ الدلتا ورك قد ايه؟ مش نص ام في 2 سكوير ناقص نص ام في 1 سكوير، دي الطاقة اللي كسبها في 20 ثانية. انا عايز احسب الباور اللي كسبه، هو المفروض الموتور ده له 50 بس، هل كسبهم كلهم؟ لا طبعا، هنا في 20 تربيع وهنا في 5 تربيع، وطبعا الماس 1 في الحالتين 2000، فيبقى 1000 في 20 تربيع ناقص 5 تربيع، يبقى كم الطاقة اللي كسبه؟ 3 7 5، 3 أصفار جول. يبقى كم الباور قد ايه اللي كسبها؟ الدلتا ورك على التي، يعني هاخد ده واقسمه على 20 فطلع 18.750 وات. حلو، هو كسب ده، بس هل الموتور كان مديله دول؟ لا، لما مديله 50، مديله 50 هورس باور. خلينا نحسب دول بالهورس باور، هقسم على 7 4 6 فطلع 25.13 هورس باور. يبقى هو الاتي ده اللي كسب، بس الموتور كان بيديله 50. خدوا بالكم الطاقة اللي كسبها اهي في زمن 20، لما اقسم الطاقة اللي كسبها على الزمن يديني الباور اللي كسب بالهور، قسمته على 746 الواحد هورس باور بيساوي الرقم ده وات. طيب فقسمته فجبنا الباور اللي كسبتها السيارة وهي صاعدة، بس الموتور ما طلعش بس ده، ده طلع 50. اذا اللص اللي كسبناه ناقص الكل، يبقى لو خدت الرقم ده قلت ماينس 50 فيساوي ماينس 24.9 هورس باور. يبقى احنا فقدنا ده نتيجة الجرافيتي، والباقي كسبناه في صورة تغيير للطاقة. الموتور طبعا بدل الاتنين اللي انت فقدته واللي انت كسبته نتيجة السرعة اللي زادها من 5 لغاية 20.